السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كثير من النساء يسألون عن الأيام التي لم يصوموها في شهر رمضان، هل يجب عليهم القضاء أم تجب عليهم الفدية؟ فما الواجب في ذلك؟ الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام بنص قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وبنص قوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإن كان هناك عذر شرعي أباحه الله عز وجل للإنسان أن يفطر فيه، سواء كان مسافرا أو كان مريضا، أو المرأة كانت مريضة أو حامل أو مرضع وأباح لها الطبيب في الحمل والرضاعة أن تكون مفطرة، فيجب عليها قضاء هذه الأيام بعد رمضان ولا تخرج الفدية. يجب عليها قضاء تلك الأيام سواء كانت مسافرة أو كانت مريضة أو كانت عندها حالة من التي تأتي إلى النساء من نفاس أو حمل أو الرضاع، فإنها تقضي ولا تخرج الفدية. والذين أباحوا الفدية فقط وعبد الله بن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهم جميعا وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، هم الذين أباحوا الفدية للحامل والمرضع فقط. ولكن نبين أنه إذا كان هناك مرض عرض إلى الإنسان يرجى شفاؤه وبرؤه، يعني المرض ده لفترة زمنية وينقضي، وجب على المرأة القضاء. أما إذا كانت المرأة هزيلة أو ضعيفة، أو أنها إذا صامت يصيبها مرض أو يحدث لها خلل في جسدها، أو أنها من أصحاب الأعذار ومريضة بمرض لا يرجى شفاؤه، فهنا تخرج الفدية وليس عليها قضاء. وما عليه الفتوى أنها إذا كانت مريضة بمرض يرجى برؤه وجب عليها القضاء دون الفدية. والله أعلى وأعلم.